كانت هنا أمامنا قاب ربيع أو أدنى، وأشهد أني سمعت من يقول إنه لمسها لمس اليد، وما كان في عقله مس ولا جنون، ولم يكذب قوله أحد. كانت عيناها أجمل ما فيها، عينان واسعتان لإله آشوري حكيم، كحلهما عربي، حدتهما كردية، صفاؤهما شركسي، خفرهما أرمني، ماؤهما تركماني، لمعتهما سريانية، وأهدابهما قوس قزح. عينان جريئتان هرب منهما الخوف المعشش في الزوايا، وتموتت فيهما جذور الخنوع المشرشة في المجارير. كلنا عرفناها، فهي سوريتنا التي حلمنا بقدومها، وفرشنا لها الدروب، وحدونا ركبها ليحث السير، وفتحنا صدورنا لها إن ضاقت البيوت. العالم كله فغرفاه لرؤيتها، الأرض توقفت عن دورانها، والطواغيت ذعرا بالت في ثيابها، وبدأ شحذ النصال، ما بقي نصل يجرح يقطع يقتل إلا وشحذ، ما بقيت نار تحرق تلهب تقنص تفجر تدمر تبرمل إلا وأضرمت. كتاب أما بعد، الصادر عن مؤسسة اتجاهات ودار ممدوح عدوان للنشر، يحوي منتجات أدبية وثقافية وفنية ل83 مثقفا سوريا وغير سوري. يرصد الكتاب طيفا من التجارب منذ عام 2011 وعلى مدى 5 أعوام من داخل سوريا ومن خارجها، شهادات ونتاجات فنية تغطي معظم الحقول الإبداعية، نصوص أدبية وبحثية وموسيقى وتصوير وتشكيل، وعموم منتجات الفنون البصرية التي توزعت في الكتاب وأغنته وثائقيا. في الكتاب تختلف وجهات النظر وحتى السويات من وجهة نظر نقدية، لكن بالنتيجة فإن كل مشاركة من المشاركات تؤكد أن الظرف السوري على مرارته وكارثيته لم يمنع المبدعين من الإنتاج أقله الفردي. الكتاب يقدم تظهيرا للثقافة خلال سنوات الثورة والحرب فيما بعد، ويكثف التراجيديا السورية بعيون وأقلام مثقفين مستقلين. الطفل الذي قص الكرتونة ولصق صورته الشخصية على زاويتها بجانب اسمه وعمره ورقم خيمته، يقدم هويته المبتكرة للكاميرا بطريقة انشقاق العسكريين المنتهية بجملة وهذه هويتي. يقف منتظرا قرارا مصيريا، هل هذه الوثيقة صالحة لأحصل على ملابس وطعام الإغاثة؟ هناك من سمى الصورة المزور الصغير، هل يمكن قراءة فعل الطفل في ابتكار وثيقته بنفسه تزويرا؟ هو لا يخفي شيئا، لا يغير صفته ولا اسمه ولا عمره، هو لا يدعي غير حقيقته، بل يعلن بكل وضوح ومباشرة أن لديه الوثيقة للحصول على المساعدة، قطعة من الكرتون عليها صورتي واسمي وعمري. هو يرى أن لا شيء ينقص من قيمة وثيقته، ويراها مكتملة تماما، حيث لا يوجد في القانون الدولي وقوانين المنظمات الإغاثية ما ينص على أن الوثيقة التي نحصل بموجبها على الإغاثة يجب ألا تكون مقصوصة من علبة كرتون. في تقديمها له تقول حنان الحاج علي: الكتاب يظهر المشترك بين من قد يظنون أن لا شيء يجمعهم في شتاتهم سوى الفرقة، كما يظهر الاختلاف بين من يظنون أنهم كتلة متجانسة فكرا وممارسة. سأشارك الحاج علي رأيها، فضمن هذا الغلاف الذي تزين بلوحة للتشكيلي الراحل مروان قصاب باشي، اجتمع الفني والثقافي على اختلاف التقنيات واختلاف الأسماء وخلافها حتى، ليقدم حالة ثرية خاصة في فضاء الثقافة والفن والإبداع المستقل.